ولكن بعد ال يعني اشتعل الرأس مني شيئا أحب دائما أن أدخلها وأتجول فيها. أحيي الأقسام العلمية في كلية الاقتصاد لأنها ما زالت تتمسك بهذا الاستحقاق القانوني في قانون تنظيم الجامعات وهو إقامة المؤتمرات العلمية للأقسام. للأسف الشديد جامعات كليات كثيرة لا تفعل ذلك، وقد يعني حاولنا إحياء هذه المسألة في كثير من الكليات، البعض استجاب والبعض لم يستجب. وزي الدكتور محمد إسماعيل في الحقيقة يتكلم أنا وهو يشير بقسم الإحصاء في مسألة النشر الدولي، وجماعة القناة في الحقيقة اتخذت منذ أن يعني توليت إدارتها اتخذت النشر الدولي كمدخل لزيادة دخول أعضائها في التدريس، وأصبح النهارده مكافأة النشر الدولي في 3 سنين مع الظروف الصعبة اللي تمر بيها البلد تضاعفت يمكن 2.5 مرات. وسوف أعرض على مجلس الجامعة الذي سوف ينعقد يمكن بعد نص ساعة إنه نعمل جايزة للقسم الأعلى نشرا في كل كلية.